حضرتك عشان توصف بيها المشهد هو أو تصف بيها هذا القائد الذي تحمل هذه المسؤولية؟ هو كانت الجلسة يوميها حوالي 20 شخص، وكان يديرها وزير الدفاع الفريق السيسي، وبيديرها بديمقراطية، يعني بيستمع لكل الآراء اللي كانت موجودة، وكانت الأمور ماشية ده اللي حصل وده اللي موجود وده اللي عايزين نعمله، يعني خطوات كانت كده. ولما ابتدى يعد البيان في ضوء كل المناقشات اللي تمت، البيان ده تقدم لمستشار قانوني في الجيش عشان يظبطه قانونيا، وبعد كده تقدم لفضيلة الإمام عشان يظبطه لغويا، وبعد كده طلب مننا الفريق السيسي انه كل واحد هيقول كلمة حوالي دقيقتين. وزعوا لنا ورق كروت كده، والحقيقة انا ما كنتش عارف اقول ايه، يعني ذهني ما كانش حاضر في حاجة معينة، ففضلت ورقتي فاضية ما كتبتش فيها حاجة، بس عندي احساس ان انا لما هوصل لغاية المكان اللي هنتكلم منه هقول حاجة، بس ايه الحاجة مش عارف، وده حقيقي. يعني لما وصلت لغاية المكان شفت العلم بتاعنا. انا عندي دايما يعني هواية في الالوان، فعملت كده في ذهني تأمل في العلم بسرعة، فقلت العلم ده بيجمعنا كلنا، العلم ده بألوانه الأبيض كل السكان اللي ساكنين على ساحل البحر الأبيض، الأحمر كل السكان اللي على ساحل البحر الأحمر، الأسود كل السكان حوالين نهر النيل طمية الأرض السوداء، وفي القلب النسر الأصفر اللي هي الصحراء. وعشان كده احنا كنا بنجتمع تحت العلم وبنرفع العلم، ويعني كان محور كلمتي على النقطة ده هي. طبعا كانت شعور، طبعا كل واحد من الموجودين قال كلمة صغيرة دقايق كده، لكن الإحساس العام هو إحساس الفرح، لدرجة تلقائيا بعد ما خلصنا كلنا خدنا بعض بالأحضان، يعني من غير ترتيب، وبنبارك لبعض. فكان إحساس الناتج أو الإحساس النهائي هو إحساس فرحة عارمة إنك اتخلصت من حاجة كانت كاتمة على صدر الإنسان. حضرتك تصف في الوقت ده أو في الوقت الحالي أيضا الرئيس السيسي بإيه؟ إيه الوصف اللي أنت ممكن تصفه؟ مايسترو مايسترو يدير شؤون البلد بمعرفة وباقتدار، ودي الحقيقة يعني واضحة جدا، و بنلمسها في كل يوم في المشروعات اللي تفتتح، في الإنجازات اللي بتتم، في اللقاءات اللي بنسمعها وبعضها بشارك فيها. الحقيقة مايسترو يدير البلد باقتدار شديد.